يعني الوضع في العراق فيما يتعلق بوجود هذه الفصائل يهدد المصالح الأمريكية. أولا هذه الفصائل هي يعني جنسية هؤلاء جماعاتهم عراقيين، ولكن ولائهم هو لإيران. فإذا هي إيران هي وراء هذه الفصائل وما تقوم به من عداء ضد الولايات المتحدة. سيد سوما، عذرا سيد سوما، دعني أقف عند هذه النقطة، نقطة مهمة. يعني إيران وراء اقتحام وتحطيم مطعم KFC الأمريكي وسط العاصمة بغداد، والسياسة إيران ترمي إلى ضرب المصالح الأمريكية في المنطقة. يعني العراق هو جزء من المنطقة، ولكن هناك مصالح أمريكية في بقية الدول العربية. إيران ترمي إلى إخراج القوات الأمريكية من الشرق الأوسط لكي تتمكن من الهيمنة الكاملة على دول الشرق الأوسط، ومن جملة هذه الدول دول الخليج العربي. إذن تعمل كل شيء بإمكانه أن تعمله ضد المصالح الأمريكية، إن كانت مطاعم أو غير مطاعم. طيب، لكن سيد سوما، الدكتور هاشم الكندي تحدث بصراحة عن أنه الفصائل لا تخجل من استهداف القواعد الأمريكية، حتى ما يزعل الدكتور هاشم، هي حقيقة وهي قادرة وهي استهدفت، بالتالي لماذا تذهب إلى استهداف مطاعم؟ حتى لو ما تفضلت به هو صحيح أنه إيران تقف وراء دفع هذه الجماعات، يعني إيران ما عندها شغل وعمل تجي تخرب مطعم KFC ببغداد. يعني قد يكون استهداف مطعم معين ليس من ضمن ما تقرره الإدارة الإيرانية في استهداف المصالح الأمريكية، ولكن الهدف الرئيسي منه هو هدف معنوي يرمي إلى ضرب المصالح الأمريكية في المنطقة وبصورة خاصة في العراق. العراق هو بالدرجة الأولى المستهدف قبل أن تكون الولايات المتحدة، لأن الولايات المتحدة تحمي الأموال العراقية، الولايات المتحدة تحمي شركات النفط العراقية، تحمي المساهمين في شركات النفط العراقية، تحمي الاقتصاد العراقي والسياسي العراقي. إذن أمريكا هدفها المحافظة على استقرار العراق وعلى وضعه الاقتصادي. العراق بلد غني ثري، مش مثل بقية الدول العربية. فإذا تجد الولايات المتحدة أنه من الضروري حماية المصالح الاقتصادية العراقية، لذلك تجد أن أموال النفط موجودة في أمريكا مش بالصين ولا بروسيا ولا بإيران. أمريكا هي الضامن الوحيد للاقتصاد العراقي وللسياسة العراقية. طيب سيد سوما، لماذا نذهب بهذا الاتجاه؟ نذهب باتجاه نظرية المؤامرة، إيران تقف وراء استهداف مطعم KFC من خلال الفصائل المسلحة العراقية، لماذا لا نذهب للاعتبار الأسهل أنه الموضوع طبيعي، هنالك تحامل وتعاطف مع القضية الفلسطينية من قبل عراقيين، وما حدث ردة فعل طبيعية على دعم أمريكا لإسرائيل وما يجري من إبادة جماعية في غزة. علينا أن نذكر بأن ما نشاهده في الوقت الحاضر في غزة له ضلع كبير بما يحصل على صعيد الانتخابات الأمريكية. تجد الرئيس بايدن من وقت إلى آخر يتهجم على إسرائيل، ولكن في الوقت نفسه يساعد إسرائيل بتأمين السلاح اللازم. عندما حدثت أحداث 7 أكتوبر، أول شيء عمله الرئيس بايدن سافر إلى إسرائيل، وهذا قل ما يحدث عندما يكون هناك حرب في المنطقة أن يزور الرئيس تلك المنطقة. ولكن ماذا فعل آنذاك؟ أمر كل القيادات العسكرية الأمريكية والاستخبارية والاقتصادية والسياسية إلى مساعدة إسرائيل بأكبر إمكانية عسكرية ممكنة، وهذا ما حصل. ولكن في الوقت نفسه وجد بأن هناك شعبية في الولايات المتحدة
من الدول العربية والدول الإسلامية ممن لا ترغب في مساعدة إسرائيل كما كان الرئيس يقرر. لذلك غير دهشه فيما بعد، لأنه لدينا انتخابات في 5 نوفمبر ولا يريد أن يخسر أصوات هؤلاء. ولكن في النتيجة إذا نظرت إلى ما يحدث في الولايات المتحدة تجد أنه 80% من الشعب الأمريكي بحسب إحصائيات هارفارد من حوالي شهرين، إحصائيات هارفارد وهي إحصائيات مهمة جدا ودقيقة تشير إلى أن 80% من الشعب الأمريكي يؤيد إسرائيل، يدعم إسرائيل عسكريا وماليا. لذلك الرئيس الأمريكي لا يريد أن يخسر هذه الشعبية.